دقيقة استاذ واحدة سحر، لو يعني انا سمحت. استغرب انه من طرح السيد الراوي انه ينتقد منح الخيار للاسلامي وهو حزب اسلامي. السيد الراوي لماذا ينتقد هذا الخيار؟ بالتالي انا اجد ان تجربة الاسلام أنا السياسي مو حزب التي إسلامي، أنا تحاول مستقل لحزب تديين إسلامي من السياسة 2009. انتهى هذا الموضوع بتسييس بتسييس الدين. نعم. فبالتالي ربط هذا الموضوع مقاربة انه باتجاه لا هذه الازدواجية الليبرالي. مالتكم، بس ازدواجيتكم لا مالتكم السيد مقاطعك استاذ الكريم. مهند، لا مقاطعك، خلينا اكمل. بالتالي حقيقة انا اقول إيه، بس هاي الازدواجية مالتكم، هاي الازدواجية. سوف يمضي السيد المشهداني، واقول لا خير في ود امرئ متلون حلو اللسان وقلبه يلتهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة يروغ كما يروغ الثعلب، شكرا. يلقاك يحلف بأنه بك واثق وإذا ورى عنك فإنه عقرب، واحذر مصاحبة دقيقة اللئيمة من تقصد دكتور سيف؟ فإنه من تقصد يهدي كما يهدي السليم الحجرب. أنا من أتكلم تقصد بالإطار العام دكتور سيف؟ من تقصد بهذا الكلام؟ أنا أتكلم بالإطار العام، أنا لم أتجاوز عليك، تعلم هذا الحوار دكتور سيف. أتكلم بالإطار العام، لأن عريتكم طلعت غشكم وكذبكم ونفاقكم بدأت تغلق. هاي شوف، هاي باساليبكم تقدم، من واحد يعريكم ويطلع كذبكم؟ هاي اخلاقك، وانا اذا اتكلم باطار عام انتم الكذابين، لا تتجاوز، سوف لا تتجاوز سوف عليك. اقيم عليك دعوه لاننا نتحدث بهذا الموضوع. هاي السوالف، انا اكبر من ان انزل هذا المستوى، انا اكبر من ان انزل هذا المستوى. من اعريكم؟ انا اتحدث باطار العام، تختم القضيه. اتحدث بالاطار العام، انا اتحدث بالاطار العام. بلشت شويه بحريه الراي والتعبير والديمقراطيه، رسخت مثل هذه القضيه دكتور سيد؟ طيب تأدب انت، تأدب. طيب انت سيد مهند، سيد مهند خليني اختم الحوار. انا مو مهند، النقطه ما نريد نوصلها. تعلمني الادب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.